بكار يا بكار. أيوة يا أمي، حسونا هنا ومستنيك من بدري. كل ده ولسه ما خرجتش؟ ده انت بطيء قوي قوي يا بكار. أنا مش هلعب كورة. أنا عارف، إحنا عندنا ميعاد عند الجدة بخيتة وأني مش عايزة أتأخر. ها؟ حاجة غريبة يا حسونة، مش كنت امبارح مش عايز تروح؟ عايز أسمع بقية الحكاية يا بكار. قلتلك إن أنت هتبقى مبسوط. أنا كنت عارف ومش مستني أي حد يقولي أي حاجة. هاي همام. هاي حسونة. كويس إنكوا جيتوا، بكار كان هيأخرنا. أنت جاي معانا؟ لا طبعاً، أنتوا اللي جايين معايا. عاملين إيه يا ولاد؟ الحمد لله. وإنت يا حسونة؟ كويس يا جدة، وهبقى أحسن لما تكملي الحدوتة. شكلك أنت اللي هتوقف جون يا حسونة. قوليلنا إيه اللي حصل للأميرة يا جدة؟ مستعجلين تعرفوا؟ أيوة. في يوم من الأيام صحيت الأميرة من نومها وخرجت تتسحب كالعادة. ممكن يا بنتي تقولي لي فين بيت القاضي؟ مش بعيد، ده في آخر الشارع. شكرا يا بنتي. ممكن تقبلي الوردة دي مني؟ ريحتها هتعجبك قوي. أشكرك. هنية. أيوة يا والدي. شايف هذا ملقط الصلجام؟ يبرق بلالي في إيد الملك أهو، شايف؟ ده لو بعناه يجي 530 جنيه. يا أخي 30 عفريت الكابوك، 30 جنيهات. أنا لو الصولجان ده بقى معايا هبقى ملك. طب بذمتك يا معلم مشرط، تبقى ملك ولا يبقى معاك 530 جنيه؟ انت كنت برضو هتخرجي من غير اذن؟ اصلي انت كنت بتتكلمي مع حد؟ ايوه يا والدي، دي كان. انا مش قلت الشخص الغريب اللي ما تعرفيهوش ما تتكلميش معاه؟ ليه يا والدي؟ لانك بنت صغيره وممكن يأذيكي. حاضر يا والدي، ما تقلقش، دي كانت ست عجوزه وحتى ادتني الورده دي و انا حاسه انها عاوزه انام. الصبح كده؟ ده انت لسه صاحيه. طيب ادخلي نامي احسن من الخروج والقلق عليكي. نامت الاميره ويفوت يوم ورا يوم واسبوع ورا اسبوع وهي نايمه ما بتقومش. مفيش دكتور يشوف مالها. جاب لها حكمة كتير من كل الدنيا، كلهم مش عارفين ايه اللي حصل لها، وكل اهل البلد عرفت ان الأميرة نايمة مش بتفوق. هلا زمان يا ام بكار. وهي اخر اخبار البلد؟ حصل حاجات كتير وانت مسافر. خير، قولي قولي. الأميرة هنية جالها مرض غريب. مرض غريب ازاي يعني؟ نايمة على طول ليل ونهار ما بتقومش خالص. وبقالها قد ايه كده ما بتقومش خالص وهي تعبانه كده؟ بيقولوا شهر. انا خارج يا امي هلعب مع اصحابي. بس ما تتاخرش يا بكار. حاضر يا امي. سمعتي الكلام اللي قالته امي يا رشيده؟ ايه؟ عن تعب الامير، هو معقول حد ينام شهر؟ هاي بكار. هاي همام. هاي فارس. هاي بكار. هاي مسرات. سمعتوا عن تعب الأميرة؟ أيوة، صعبانة عليا، زعلت جوي عشانها مع إني معرفهاش. هاي، أنا جبت المضرب والكورة بتوعي زي ما اتفقنا، إحنا دلوقتي
اتنين وانا ما عدتنيش ليه يا حسونة. احنا هنلعب لعبة عاوزة ولاد مش عايزة بنات. ليه بقى؟ لان الولاد اسرع في الجري طبعا. لو كانت معانا هنية ما كنتش قلت كده. هي فين هنية دي؟ بقالها شهر ما بتجيش تلعب معانا. شهر ولا نعرف بيتها ولا نعرف عنها حاجة غير ان اسمها هنية. ما خدتوش بالكم من حاجة؟ ايه؟ بنت الملك التعبانة اسمها هنية، وامي قالت ان بقالها شهر تعبانة. وهنية صاحبتنا بقالها شهر ما شفناهاش، وامي بتقول ان سنها من سني يعني جدنا، وكانت شاطرة قوي في الجري وكانت بتكسبنا ياما. معقول؟ ريت بس احنا مش متأكدين يا رشيدة. بس انا متأكدة. يا خبر، يعني انا كنت بلعب مع الأميرة. بكر عنده حق، احنا مش متأكدين انها الأميرة. طب وبعدين؟ نروح نزورها. عاوزنا نروح قصر الملك يا بكار. وفيها ايه يعني؟ نستأذن ونطلب مقابلة الملك ونسأل على الأميرة. انا جاية معاك يا بكار. ايه هتيجوا معايا انا ومسرات؟ انا جاي. واني كمان. ماشي، اهو نقابل الملك ونسلم عليه. ايه اللي جاب العيال دول هنا؟ ولا يهمك يا معلمي، دول شويه عيال. ما تخافش، احنا مسنطرين مسفرين مسيطرين. طالما قلت لي بقى احنا مسيطرين دي، يبقى لازم اقلق يا اخويا. بعد إذن مولاي، في أربع ولاد صغيرين وبنت ومعزة بيستأذنوا في الدخول. أربع ولاد وبنت ومعزة؟ عاوزين إيه دول؟ بيقولوا إنهم صحاب الأميرة هنية وعاوزين يطمنوا عليها. خليهم يدخلوا. السلام عليكم يا مولاي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ايه ده؟ لا 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 لا. هي هنية. ايه ده؟ دي هنية. ايوه هي. ياه، طلعت الأميرة. احنا اصحاب هنية، قصدي الأميرة هنية. انتوا بقى اللي كانت الأميرة بتخرج تلعب معاهم من غير اذني؟ هتحبسنا؟ ما تخافش يا ابني، أكيد أنتوا طيبين وتتحبوا، عشان كده هنية اختارتكم صحاب ليها. لما عرفنا إن الأميرة هنية تعبانة جينا نطمن عليها. هي الأميرة هنية تعبانة بإيه؟ محدش عارف. جبت لها أكبر حكمة في الدنيا، محدش عارف يعالجها. بعد إذن مولاي، في واحد جاب الرسالة دي وإداها للحارس وقال له يوصلها لجلالتك. إلى جلالة ملك بلاد الواقواق، أنا عندي العلاج اللي هيشفي بنتك الأميرة هنية فورا، وده مقابل إنك تديني الصولجان المخلص دائما مشرط. ها؟ مشرط؟ اوعى يا جلالة الملك تصدقه، ده لسه محتال. هياخد الصولجان ومش هيعالج الأميرة. أنا مش عارف أعمل إيه. أنا أعرف حكيم بيعالج من أمراض غريبة، جدي جال عليه. فين ده يا همام؟ في كهف عند الجبل الكبير. ادينا فرصة يا جلالة الملك نجيب الحكيم اللي جال عليه همام. إن شاء الله يكون عنده علاج للأميرة. الأصحاب الخمسة جابوا الحكيم من عند الكهف اللي عند الجبل الكبير وكشف على الأميرة. وبعدين؟ عرف تعبانة بإيه؟ إدها علاج؟ كملي يا جدة، كملي.
هكمل بكرة إن شاء الله. يوه، كل يوم بكرة، كل يوم بكرة، أمري لله.